والله الحقيقة القصة هي مستوحاة يعني من قصة حقيقية. جل العبيد اللي تفرجوا في الفيلم هكا وقت اللي جيت إنسان وقت اللي قاوموا المحتل العبيد قامت صفقت من ثم ديما شعب تونسي عنده عاطفة خاصة للشعب الفلسطيني دونك هكا كأنه حاسة ديما نتعاملوا بعاطفة ونشجعوا يعني وديما مع المقاومة الفلسطينية. بالنسبة للفيلم لافيدا بخي نتاع أنيس جعاد الفيلم من الجزائر فيلم ممتاز جدا تقنيا القصة حلوة برشا تشد العبيد الكل تتفرج للاخر ما نحبش نحرق الفيلم على خاطر نحب حتى حد يحرق عليا الفيلم ولكن الحقيقة ياسر مزيان تقنيا وحتى الـ يعني على في طريقة الطرح نتاع الحكاية نتاع الأبطال نتاعنا. فيلم مهم يحكي على واقع فلسطيني مرير لكن يعبر عليه بطريقة ياسر مزيانة إنه اليوم ما يستسلموش الفلسطينيين ديما عندهم الحلول الآنية لا رفليكسيون وديما يوريونا اليوم أقوى من العدوان هذاك اللي عندهم فهمتها. هذا بالنسبة للفيلم الفلسطيني. بالنسبة للفيلم اللي تو قاعد الجزائري فيلم الجزائري فيلم فيه قصة فيه استوار فيه سيناريو لكن ناقص في نواقص والريتم تري لون فهمت شنو ويصور في المشهد سوداوي بطريقه ما تصورش قداش. بالنسبه لنا نحن تقلقنا منه شوي. هو فيلم صعب حقيقه يعني ما نقدروش نقولوا يعني فيلم فيلم يعني غفلات هما يقول لك غفلات الرياليتي احيانا الرياليتي تكون اصعب من الخيال فهمت كنت عندش كان الناس يعني شافوا الفيلم يقول لك واش تعاني المراه يعني في الحياه اليوميه اكثر من اللي درناه هنا يعني انا كنا ما كناش اكسيسيف مي دوك المش احنا نكملوا فيلم راهو عند المشاهد يعني يقدر يكون عنده النظره تاعو كيما يحب ما يهمش واش لازم الناس تفهم باللي هذا فيلم موش فيلم وثائقي هذا فيلم خيالي دونك يعني سي ايماجينير دونك في الخيال المخرج يقدر يدير ماشي واش يحب لا ماشي هكذا ولكن التخيل يقدر يروح بعيد. لو تحكينا على دور الهلال الاحمر اليوم شنو هي جايين ممثلي الهلال الاحمر يعملوا في صالات السينما؟ عسلامة مرحبا بكم. الهلال الاحمر التونسي كالعاده ماكم تعرفوا يساهموا في برشا تظاهرات ثقافيه رياضيه كل شيء. احنا اليوم متواجدين في الجي سي سي باش نعاونوا في التنظيم كالعاده وكنا حاضرين معناها باش نكونوا حاضرين جمعه كامله نتاع الجي سي سي كمسعفين ماكم تعرفوا معناها تدافع والا حاجه باش ندخلوا معناها حتى في الداخل في الاسال نتاع السينما والا برا في التنظيم. الى حد الان يظهر لي تقريبا نهارين ثلاثه من العروض مازال ما فماش شيء. لحد الان ما فما حتى شيء عندنا ثلاثة ايام حاضرين وباش نكملوا لاخر الجمعه ان شاء الله. لاحظنا انه فما اقبال باهي على القاعات باقيين برشا ناس تجي تتفرج فما حياه جديده اللي هي كانت شويه مختفيه من ايام الكورونا وغيره توا لاحظوا انه فما عباد تجي تتفرج فما اقبال كبير ومش كان على الافلام التونسيه على برشا افلام من مختلف الدول. ان شاء الله في المستقبل يكون القاعات الكل تكون مليانه ان شاء الله الناس الكل تجي تتفرج في الجي سي سي وماذا بينا على خاطر يعطي حياه والناس اموا يخرجوا من الروتين نتاعهم ونلاحظوا انه كلهم يستنوا في الجي سي سي باش يتفرجوا باش يشوفوا ممثلين باش يتفرجوا على افلام مختلفه دونك مهم برشا الحقيقه. صحيح عدنا ثلاثة ايام بركه من اللي بدا المهرجانات لكن حسب ما ريت انت الاقبال شنو اكثر على انا افلام على انا توجه في الافلام؟ والله انا بما اني تقريبا لهنا ما نجمش نحكم على الكل ولكن فما اقبال على الافلام التونسيه فما اقبال على الافلام اللي هما معناتها من دول اخرى دونك فما اقبال باهي معناتها وما نجموش نحكموا على خاطرنا مانيش نشوف في القاعات الكل زاده وما نجموش نحكموا على خاطرنا مانيش نتبعوا في الجمهور وين ولكن مادام السونتر فيل معبيه معناتها راهو العباد ماشيه تتفرج.